طلاب الأعزاء، أمدكم الله بموفور الصحة والعافية. فالآن راح نتابع ما كنا قد بدأنا فيه. في الفيديو الماضي حكينا عن موضوع الاشتقاق، وذكرناكم في بعض من قواعد الاشتقاق، ومن ثم انتقلنا إلى تعريف المشتقة. حكينا تعريفات المشتقة إيش هي، وبعد ما حكينا تعريفات المشتقة تطرقنا في بداية هذا الفيديو عن حديث ما هي الاقترانات. طب ليش؟ شو بدي في هذا الموضوع؟ أيوة، لأنه تعريف المشتقة أنت بتستخدمه لكل اقتران شكل. كيف يعني؟ مثال قبل شوي شو كان؟ إكس تكعيب. رح نعرف اليوم أنه أحد أنواع كثيرات الحدود، بولينوميال، زي ما رح نفهم كثيرات الحدود اليوم. لكن القيمة المطلقة قد يحتوي في داخله كثير حدود، ويحتوي على رمز القيمة المطلقة في وظيفة للقيمة المطلقة، فبالتالي المطلق بنعامله في الاشتقاق وقواعد الاشتقاق شكل. طيب الجذور برضه هتتعامل شكل، يوجد صيغ مرافقة، يوجد كذا، يوجد لها شغل كثير في المشتقة، والمثلثية كذلك اللي هن الساين كوساين إلى آخره. فأول أنواع كثيرات الحدود، أو قبل كثيرات الحدود، القيمة المطلقة إنه عندك يحتوي رمز مطلق. الجذور في عندك نوعين، في زوجي زي الجذر التربيعي، جذر رابع إلى ما شاء الله، عفوا جذر رابع، جذر تكعيبي، هاي كلها أنواع جذور، في فردي وفي زوجي. الفردي بنعامله شكل والزوجي شكل. عندك المثلثي زي الساين كوساين، ساين اكس كوساين اكس تان اكس، هذول كلهم راح نحاول نعاملهم شكل في الاشتقاق. الأس الطبيعي زي اي قوة اكس، اي قوة اف اوف اكس، بحيث يكون الأس اقتران ويكون كذا. هذا جديد عليك، الاقتران الأسي. في اللوغاريتم الطبيعي اللي هو لين اكس، او لوغاريتم لوج اكس بأساس بي مثلا، او اي او كذا، او عدد. يعني شو العدد اللي بتعطيه اس كذا بيعطيك كذا، هيك معنى اللوغاريتمي. كله راح نتعامل معاه. يجب ان نتقن نوعية الاقترانات قبل المادة وليس تأسيس، قبل المادة كمان. اعطيك اياه، هذا هو السر، انه شو الاقترانات اللي نتعامل معهن. فمنهاج جيل 2004، كون نحن بعد ناس بننتقل من مرحلة المنهاج القديم للجديد، قاعدين بنقارن ايش اللي كان يصير. أول شيء بدي تعرف لي إياه يا أستاذ، وأول شيء بدي تعرفي لي إياه يا أستاذ، إنه إحنا دائما وأبدا لما بنعطيك موضوع جديد، سواء limits نهايات، أو بنعطيك differentiation اشتقاق، أو بنعطيك integral اللي هو التكامل، دائما بهمنا المقدار اللي في الداخل. طب الاقتران شو بده، المقدار بالداخل شو بده يكون؟ 100% يا عدد يا معادلة يا اقتران يا كذا يا إلى آخره. حتى المعادلات اقتران، ورح نتفاجأ كثيرات الحدود هي المعادلات بنتعامل معها. طيب ممكن يكون أكثر من اقتران داخل المقدار، فبالتالي في عمليات بين الاقترانات. إذا رح ناخذ الاقترانات ثم ننتقل إلى جزئية أهم من الاقترانات نفسها كمان، ألا وهي العمليات عليها. راح نلاحظ بانه الاقترانات العمليات اللي عليها جمع وطرح وضرب وقسمه. طب استاذ زي الاعداد، في عمليه تسمى تركيب، في عمليه ايش تسمى تركيب، وهنالك اقتران يسمى بالاقتران العكسي، راح ناخذه. راح نلاحظ انه هذول الاقترانين كل واحد منهم معكوس للاخر، لين اي قوى اكس بيعطي اكس، واي قوى لين اكس بيعطي اكس. فبالتالي لازم تصحصح معي، تبلش معي مزبوط. طيب الآن أول شيء رح نتطرق له من أنواع الاقترانات، ألا وهو اقتران كثيرات الحدود. شو بقصد أنا لما بحكي كثيرات الحدود؟ كثيرات الحدود أول شيء، هذا اللي أنت شايفه هيك الطويل والكبير اللي أنا كاتبه، هاي إيش هي؟ هاي الصيغة العامة لكثيرات الحدود، الصيغة العامة لكثيرات الحدود. طيب يا أستاذ ماشي، هاي الصيغة العامة لكثيرات الحدود، وليه؟ طب شو قصدك بالنقاط هاي؟ شو قصدك ما قصدك وإلى آخره. طيب بداية، لماذا سمي كثير الحدود؟ لأنه عدد حدوده كثيرة،
هيك راح تجاوبوني صح؟ ترى لا مش شرط. ليش؟ هلا بحكي لك ليش. طيب الان احنا عندنا هون لاحظ بالصيغه ايش استخدمنا الاس تبع اكس ام، بعدين رجع الاس تبع اكس ام ناقص واحد، بعدين النقاط هي معناتها ضليت اطرح من ان واحدات توصلت لعند الواحد وبعديها صفر. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه انا هون يا استاذ مستخدم لك مجموعه الاعداد الطبيعيه اللي هي ان. ليش مستخدمها؟ عشان احكي لك انه عدد حدودي او ما امشي من الحدود هو ان مضاف الها الحد الصفري اللي هو في الاخر، هذا رح نسميه الحد الثابت. ايش رح نسميه؟ الحد الثابت. طيب يا استاذ بتلاحظ انه دائما في عندك عدد بالازرق، هيو هون شو سميته؟ اي ام. هون شو رجعت سميته؟ اي ام ناقص واحد. بعديها بضل ماشي، هون شو سميته؟ اي واحد. هون شو سميته؟ اي صفر. طيب لو حبينا نجمعهم هالاعداد في مجموعة، مين راح ابلش بالاي صفر؟ بعديها مين؟ اي واحد. بعديها مين؟ اي اثنين. بعديها مين؟ اكيد راح اضل ماشي تأوصل مين؟ اي ان ناقص واحد، الحد قبل الاخير، وبالاخر مين؟ اي ان. بالاخر مين؟ اي ان. هذول اي، احنا اي متعودين كناية عن مين؟ عن العدد الثابت في مادتنا. فبالتالي هذول ايش بنسميهن؟ معاملات كثير الحدود. معاملات مين؟ كثير الحدود. تمام؟ طيب بتلاحظ انه كثير الحدود ايش بيعمل؟ ممكن يصنع اكثر من حد، وممكن يصنع حد واحد. طب هذا الكلام على مين بيعتمد؟ بيعتمد على قيمة n. يعني لو اخذت n تساوي صفر، ركز معي، رح تيجي مباشرة شو تحكي لي؟ تحكي لي بانه f of x ايش بده يساوي؟ a n. قيمة n كم؟ صفر. اذا a صفر، في x قوة مين؟ قوة صفر. طب انتهى الموضوع، اي شيء قوة صفر كم بيساوي؟ واحد. كم بيساوي؟ واحد. فبالتالي ايش رح يعطيني؟ a صفر ضرب واحد، والضرب اتفقنا النجمة تبعتنا، رح يعطيني مين؟ a صفر. اذا هون بستنتج بانه f of x ايش رح يعطيني؟ a صفر، اللي هو بالاخر ايش بسميه؟ الحد الثابت، وهذا له اسم الاقتران الثابت. شايف يا استاذ انه مش شرط كثير الحدود عدد حدوده يكون كثير؟ كلمة شوي يعني نوعا ما ايش فيها؟ فيها ضحك صح ولا لا؟ ايوه، كثير الحدود لا يشترط بانه عدد حدوده كثيرة. فلاحظ هذا حقق الصيغة، لما n تساوي صفر ايش هي بنسميها دائما؟ n بنسميها درجة كثير الحدود. شو بنسميها؟ درجة كثير الحدود. يعني لما احكي لك كثير حدود من الدرجة صفر او الدرجة الصفرية، فورا بده يخطر في بالك الاقتران الثابت. يعني f of x يساوي a نوت او a صفر، اللي هي عدد ثابت. هذول شو مالهن المعاملات؟ اعداد. المعاملات هذول اللي انت شايفين شو هن؟ اعداد. طيب نيجي للي بعده. الان لو اخذنا قيمه n تساوي واحد، لاحظ انا ماشي في مجموعه الاعداد الطبيعيه، مبلش من الصفر وبدي اطلع للواحد. طبعا في جدل انه الصفر عدد طبيعي ولا لا، لكن مجموعه الاعداد الطبيعيه يرمز لها برمز n كابيتال جنبه عصاي، ولو اعطيناك n كابيتال جنبها العصاي وحطينا لك a نوت، هذول يعني الصفر منهن. يعني الصفر ايش؟ منهن. واحنا هون رمزنا لهن n سمول. طيب لو اخذنا قيمه n تساوي واحد، راح نلاحظ بانه f of x راح يساوي a n، يعني a واحد، x قوة n يعني x قوة واحد، زائد a n ناقص واحد. قديش كانت قيمة n؟ واحد. اطرح منها واحد صفر، اذا هون ايش راح تصير؟ a صفر، في x قوة، n ناقص واحد، n كم قيمتها؟ واحد. اطرح منها واحد صفر، اذا x قوة مين؟ قوة صفر. ويساوي a واحد x، لانه x قوة واحد، واحد، زائد زي اللي قبله x قوة صفر واحد، في a نوت، a نوت، a نوت قصدي فيها ال a صفر. طيب الان سؤال، a نوت و a صفر اعداد، هون على جنب، ها a نوت فاصلة a واحد اعداد. طيب بما انهم اعداد
بقدر أسمي هذا A X زائد وهذا إيش بسميه B إذا بدي عادي ما هي تسمية بالنهاية عدد A و B شو مالهن أعداد هذا إيش بسميه الاقتران الاقترانات كان كاتب هون هون هذا اسمه الاقتران الثابت تبع قبل شوي هون شو بصير اسمه الاقتران الخطي الاقتران الخطي ليش لانه رسمته خط مستقيم رح تطلع هاي درجة ايش درجة اولى لما احكي لك الاقتران من الدرجة الاولى يعني AX زائد B AX زائد مين زائد B طيب اتمنى انه الامور لغاية هون تكون واضحة طيب الان لو اجينا حكينا لك بانه N بتساوي 2 او 3 او كذا فكيف رح يصير شكل الاقتران طيب ناخذ الان N كم بتساوي 2 قديش N بتساوي 2 شوف الامور كيف حتصير الآن من هون ناخذ n بتساوي 2 هاي n بتساوي 2 الآن لما n بتساوي 2 شو اللي راح يصير عندي راح يجي عندي الاقتران تبعي f of x اللي هو بيساوي a n اللي هي a كم a 2 x to the power n x قوة n اللي هي 2 لان تبعك زائد a n ناقص 1 n قيمتها 2 اطرح 1 بضل 1 اذا بتصير a 1 N2 ناقص 1 1 X قوة مين؟ قوة 1 زائد A0 اللي هي بعدها مين رح يجي هون؟ AN ناقص 2 X قوة N ناقص 2 النقاط هذول معناتها انه انا بطرح 1 في كل حد من مين؟ من الأس القديم من الأس القديم وهكذا فالآن ايش بتصير هون؟ X قوة مين؟ قوة 0 وتساوي A2 سمي لي اياها A و A1 سمي لي اياها B و A2 عفوا A0 سمي لي اياها ايش C كتسمي A B C تتدرج من عند اول واحدة سميها A دائما في اقترانك راح ينتج بعدين B بعدين الحد اللي بعده C اذا شو راح يصير معك راح يصير معك A X تربيع زائد B X زائد C هذا ايش بنسميه الاقتران التربيعي الاقتران مين ماله؟ التربيعي الاقتران التربيعي طيب ننتقل الآن عندما تصبح قيمة N تساوي 3 لما تصبح قيمة N كم بتساوي 3 نشوف إيش الموضوع اللي راح يصير معنا نيجي الآن هون اختار لي بأنه N تساوي 3 تنشوف الأمور كيف راح تصير طيب راح يصير معي f of x ها هاي f of x راح يساوي a n يعني a 3 بلش ب n x قوة 3 زائد a n ناقص 1 3 اطرح منها 1 a 2 x تربيع زائد a 1 x قوة 1 زائد a 0 x قوة 0 وتساوي الآن تدرج فيهن حبة حبة حكينا لك عند أول حد أول A مرقمة سمي لي إياها A فبتصير معك AX تكعيب زائد هاي شو بتسميها BX تربيع زائد CX زائد D طيب بالمناسبة في الاقتران التربيعي هون عندنا في شرط في كونديشن معين لازم يتحقق إنه A ما تساوي صفر ليش؟ لأنه A إذا ساوت صفر الحد التربيعي بيختفي الحد التربيعي شو بصير فيه؟ بيختفي طيب وهون عندي إيش الشرط لازم يكون؟ A برضو كمان ما تساويش صفر لأنه إذا ساوت صفر ببطل فيه حد تكعيبي هذا إيش منسميه؟ الاقتران التكعيبي اللي نتج معنا بالآخر شو منسميه؟ الاقتران التكعيبي وهكذا لمتى؟ لحد ما يخلص الأعداد الطبيعية طب سؤال الأعداد الطبيعية بتخلص؟ لا الأعداد الطبيعية بتخلص؟
لا. طيب الآن هاي هاي أنهينا جزئية مين؟ كثيرات الحدود. تمام. طيب بالمناسبة بعد ما ننهي موضوع الاقترانات رح نأخذ العمليات عليها، وضيفوا لي عليها بعد العمليات. يعني الآن خطرت ببالي فكرة حلوة هيك كيف نمشي فيهن قبل ما نفوت بالمادة. هاي مرحلة ما قبل المادة، راح ندخل في موضوع إيش؟ الرسم. موضوع شو؟ الرسم، كيف بنرسم هاي الاقترانات، كيف بنرسم كثيرات الحدود، كيف بنفهمها وبنفهم صيغها. تمام. طيب هاي كثيرات مين؟ الحدود التكعيبي. طب القوة 4 للدرجة الرابعة كذا إلى آخره. طيب بالمناسبة في الصيغة العامة عدد الحدود، تعال خلينا نحاول نعدهم. بلشت بـ A0، رديت A1، رديت وصلت AN. طب من A1 لـ AN قديش عددهن؟ N. طب مع الـ A0 قديش بصير عددهن؟ N زائد حد N زائد 1. إذا عدد الحدود في كثير الحدود N زائد 1. طيب الدرجة مين هي؟ الدرجة هي N. الدرجة مين هي؟ N قيمة N اللي معك. فعلا لما أخذنا N بتساوي 2، أي درجة طلع الاقتران؟ درجة ثانية. قديش عدد حدوده؟ 3. طيب لما أخذنا N بتساوي 3، قديش درجته؟ 3. قديش عدد الحدود؟ 4. دائما عدد الحدود بيزيد عن الدرجة بمقدار 1. هاي ملاحظة مهمة جدا جدا، عليها أشياء مهمة جدا، يعني حتى بـ2004 من هاي شوفوا ما قبل، مهمة جدا، هاي تغيب عن بال كثيرين، حبينا أنه نتطرق إلها ونوضحها. طيب ننتقل الآن إلى الجزئية التالية، وهي جزئية القيمة المطلقة. طيب الآن القيمة المطلقة نفس السيستم، نكتب الاقتران، نأخذ له صيغة ونفهم إيش بدنا منه. شو بدنا من القيمة المطلقة؟ اليوم يجب ننهي لعند الجذور، باقي ما بقى نتحدث عنه في مرات قادمة إن شاء الله. بسم الله. الآن النوع الثاني من أنواع الاقترانات اللي داخل معي في مادتي وفي أي مادة رياضيات في العالم هو الاقتران الإيس، القيمة المطلقة. هذا هو اللي دوخ العالم وجننه وخلى العالم يتغلب فيه وما يعرف شوين يروح ولا إيش يساوي. طيب الآن هو الرقم 2 إيش رح نكتب؟ اقتران القيمة المطلقة. رقم 2 الاقتران أو اقتران القيمة المطلقة. اقتران القيمة المطلقة.